السلام عليكم، موجز الأخبار من قناة الشروق، أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده قررت تبادل السفراء مع السودان بترفيع التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى درجة سفير. وقال بومبيو في تغريدة على تويتر: يسرنا إعلان أن الولايات المتحدة والسودان قررتا بدء عملية تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عاما. ووصف بومبيو هذه الخطوة بأنها تاريخية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. قال وزير الخزانة الأمريكية إنه سيجري مشاورات داخل الإدارة الأمريكية للنظر في كيفية تقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية في السودان. والتقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يزور واشنطن حاليا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، وتعهد وزير الخزانة الأمريكي ببحث الخطوات اللازمة لإسقاط السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أنهى أعضاء في مجلس السيادة السوداني الأربعاء محادثات في العاصمة تشادية جمينة ناقشت العلاقات الثنائية والدور التشادي في عملية السلام السودانية. وبحسب بيان عن مجلس السيادة، فإن الوفد الذي ضم أعضاء مجلس السيادة محمد حمدان دجلو ومحمد الفكي ومحمد حسن التعايشي قد عقد محادثات مع رئيس التشادي إدريس دبي. وأثنى حميتي بحسب البيان على دور رئيس التشادي إدريس دبي في استضافة اللاجئين البالغ عددهم 300 ألف في شرق تشاد. كشفت وزارة المالية عن اكتمال مناقشة مقترحات الوحدات والوزارات الحكومية الاتحادية للموازنة بنسبة تجاوزت 60%، مشددة على ضرورة التزام الوحدات والوزارات بتسريع مناقشة مقترحاتها مع جهات الاختصاص بوزارة المالية، على أن تكتمل مناقشة المقترحات في صورتها النهائية في مدى زمني لا يتجاوز الأحد القادم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. إلى اللقاء.